اهلا احبائنا مشاهدينا، اليوم راح اتكلم عن حدد طلبتك. شو عم بقصد بحدد طلبتك المفروض بالصلاة؟ كتير مرات صلواتنا بتكون كتير وبتكون عشوائية، وكتير مرات بتكون صلواتنا عبارة عن فرائض، وكتير مرات صلواتنا عن منردة كما قال يسوع لا تكرروا كلامكم باطلا كالأمم، وكتير مرات مثل ما قال يسوع أنهم يظنون بكثرة صلواتهم يستجاب لهم. الفكرة إنه الله حي، الله موجود، يعرف ما في داخلنا، بيعرف قلوبنا، ولكن برضو علمنا أن نأتي إليه بالصلاة كمان. فإذا الموضوع حدد طلبتك، أجت الفكرة من إنجيل لوقا إصحاح 18، بيتكلم عن معجزة حدثت في أريحا. المسيح كان ماشي في موكب في طريقه من أريحا، طبعا أخفض نقطة في العالم، صعودا إلى أورشليم. طبعا كانت الأيام الأخيرة حتى يصلب ويموت ويقوم من الأموات في أورشليم. ولما كان في ضجة كبيرة، كان في أعمى على قارعة الطريق وسمع الصوت وسأل، قالوا يسوع الناصري، فصرخ يا يسوع يا ابن داود ارحمني. حاولوا يسكتوا هذا الأعمى، لكن أدرك أن هذه فرصته الأخيرة، لأنه من زمان كان عنده اشتياق يشوف يسوع، فصرخ أكثر يا يسوع ارحمني. وقف يسوع، سألوا سؤال محدد، وكان جواب الأعمى محدد. قال يسوع، ماذا تريد أن أفعل بك؟ أجاب وقال، يا سيد أن أبصر، يا سيد أن أبصر. فتح المسيح بصره، شفاه يعني، وفتح بصيرته لأنه مجد الرب، وتابع يسوع المسيح مع الموكب إلى أورشليم. كتير مرات إحنا منفكر أنه الصلاة فريضة، منحاول نردد كلمات ونكرر كلمات، وكأنه الصلاة هي واسطة، منحاول يعني كأنه عارف أنت بتحاول تقنع الله إقناعا. وفي كتير مرات مثل ما بيقول الكتاب، صلاتنا أو صلواتكم صارت مكرهة لي. يعني الفكرة لما نصلي الصلاة بتكون مكرهة، يعني حتى الله مش راح يسمع هذا النوع من الصلاة. فإذا الصلاة أحبائي هي طلبة محددة مهدفة. طبعا في أنواع كثيرة من الصلوات، في الصلوات العلنية، في صلوات الخلوة، في صلاة الشكر والتمجيد والتسبيح، وفي صلوات طلب الاحتياجات والاعترافات أيضا. لكن هون واضح شخص جاي ليسوع، ولسيما أنا عاوز أشجع اليوم إخوتي وأخواتي، إذا عندك طلبة محددة ركز على الطلبة المحددة. خليني أسألك سؤال، شو هي الطلبة المحددة اللي عم تسألها اليوم؟ كتير مرات احنا منخش في حديث سياسي مطول او حديث ديني مطول، ومنظن اذا كثرنا الصلوات الكتيرة بتكون حسنة لنا امام الرب، لكن هذا مش بالمفهوم الالهي، لانه قبل ان ندعو هو يستجيب، لانه عارف قلوبنا وعارف دوافعنا وعارف من نحن. بقول الكتاب، تطلبون ولستم تمتلكون لأنكم تطلبون رديا تنفقون في لذاتكم. فإذا مش هاي الطلبات اللي احنا بنيجي ليسوع في اسم الرب يسوع، نيجي لله في اسم الرب يسوع، لكن نيجي بالإيمان. ولما انت عندك طلب، إذا شكر، إذا من أجل أولادك، إذا من أجل ضعف معين، إذا من أجل احتياج، إذا من أجل مرض، إذا من أجل أي شيء، حدد طلبتك
لما انت بتحدد بيكون عندك قناعة انه هذا الشيء اللي انت محتاجه امام الرب. شو كانت الطلبة المحددة للأعمى؟ مع انه واضح انه أعمى لما سأله أتريد، المسيح يعلم ماذا يريد هذا الأعمى، لكن يمكن كان عنده تمني انه يشوف يسوع. المسيح مش بس ببارك في رغباتنا واشتياقنا، لكن بحرك إرادتنا. هو يريد، الله يريد، المسيح يريد، وهكذا يتعامل المسيح. مرة سأل مريض بركة بتحزدة، أتريد أن تبرأ؟ لكن بدل ما يجاوب بشكل مباشر ابتدأ يردد عن أنه ليس لي إنسان يلقيني في البركة. في مرة جاء الأبرص إلى يسوع وقال له: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. أجاب يسوع وقال: أريد، فطهر. فعلا كانت طلبة محددة من الأبرص أن يطهر، لأن عم بعاني من الرفض، عم بعاني كل أنواع العذابات النفسية والجسدية والاجتماعية والروحية، مرفوض من المجتمع، يعتبر شخص نجس، فعاوز يتريح. قال له أن أطهر، فطهروا يسوع المسيح. تعرفوا لما ابتدأ بطرس يغرق في بحيرة طبرية لم يعدد كلمات كثيرة، قال: يا رب نجني، والرب نجاه من الغرق. لما دخل الفريسي والعشار إلى الهيكل كانت صلاة العشار صلاة محددة: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وهكذا تعاملات يسوع المسيح، مثل ما جاءت المرأة الكنعانية، جاءت بالتحديد من أجل ابنتها لأنها مضروبة ضربة شيطانية. فإذا نأتي إلى المسيح بطلبة محددة، حدد طلبتك. واليوم خلينا نعملها زي امتحان، شو هي طلبتك؟ وهل يعجز الله عن استجابة طلباتنا إذا كانت حسب مشيئته ولمجده وحسب إرادته؟ الله يسر باستجابة الصلوات. لكن أحبائي، في شيء مهم، إنه هاي الصلاة كما كتب عنها الرسول بولس: لتعلم طلباتكم أمام الله. فخلي هاي الطلبات تكون أمام الله، أمام عرش الرب، والرب يأتي إلى حياتك. هل تحتاج إلى رحمة اليوم وغفران الخطية؟ تستطيع أن تصرخ الآن: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. هل أنت بتشعر بنجاسة في حياتك مثل الأبرص؟ عايش خطية غير معترف فيها؟ قلبك وحياتك مظلمة؟ قل له: يا رب أريد أن أطهر، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. هل أنت بحاجة، هل أنت في ورطة الآن بحاجة إلى افتقاد وإلى إنقاذ؟ مثل ما قال بطرس: يا رب نجني. كل من يؤمن به لا يخزى، كل من يدعو باسم الرب يخلص. شو رأيك اليوم؟ خليني أسألك، شو طلبتك اليوم؟ إذا بتحب تشاركها معنا اكتبها، لأنه فعلا منحب نصلي من أجلك ومن أجلي. لكن أنا بدعوك اليوم أمام الرب، إذا أنت عارف أنه في خطية في حياتك وأنت مش عايش حياة ترضي الله، شو رأيك اليوم تقول: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. إذا محتاج لمساعدة روحية، من فضلك تواصل معنا، وكون بركة أيضا للآخرين. شارك، اعمل شير لهذا الفيديو، والرب يكون معك.